أهلين، نفس أحكام محمود. اوف 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 اوف، لا قوية، خفت انا يا عمي على صدام. ادخلي بس نفذ احكام داخلة متحمسة هذه، ادخلي فوزي اول بعدين احكمي، بعدين فكري اذا نفذ وما نفذ. انفذ انفذ. وانا اصلا الحين انت قاعد تسولف، وانا الحين اصلا جتني هدايا 4000 راحوا برا الجوله. عمري لي يا قلبي، يا عمري انا حياتي انا كبسه، بس كبسه قال لك تنفذ احكام، قهرتني والله. اقول لك احكام صالحة تنفذي انت في عشان صلاح تدور صلخ. انت ليه عندك شو ليل هذا ولا شو؟ ايه، لاني مسافر ادرس برا وين تدرس؟ كندا. كندا عندكم الحين كم الساعة؟ 2 في دقيقة، صور 2 في الليل، داش حارة سالب 3. حلو. غزالي ما ينصاد. كبسوا كبسوا يا اخوان، تعافي يا رب، لو طلعتي متهالك حفصل عليك، لان اللي يدخل يهدد يطلع متهالك دائما. نفذ احكام، يلا منك بس الله يا متهالكه. يا قلبي شكرا. كبسوا يا اخوان، كبسوا كبسوا، انا بدي اخشبكم شكرا كبسوا. مخفر. ويلكم مبارك، ويلكم مبارك. شكرا. ويلكم يا حاران، ويلكم. محمود انت من وين؟ عامل سوريا بس مولود في الامارات، والحين في كندا ادرس وبرجع الامارات بعدين. حلو حلو. وانت من وين؟ انا من تونس ومقيمة بالامارات دبي. ما نفسي والله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ونعم. انت مطفر محمود صح؟ مو والله ما حدا مطفر، هاي يسموني محمود ملك البرنامج، قال لك مطفر. يعني انت والله زين، يعني اوكي عندك متابعين، بس وين؟ ما عندك سكورات، ما عندك ناس. 10 نقاط حبايبي. 10 10 يا اخوان، قهرتني والله. بارك المنصور يا قلبي. شكرا. يا عمي لو بجيب الجولة بجيبها بكل سهولة، شوف يا حدثني يا اخوان. يلا الشباب، والله امبارح سويت كذا نزل لي سكور. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يا تأمروني تأمروني تأمروني. ليش حط فلتر؟ سويها في الحقيقة يعني. دزي يا امها، شو سويها بالحقيقة؟ رجال انا. يعني انت رجال، من تحط الفلتر اوكي عادي، بس يا اخوان الدعوة ترابل يا اخوان، والله العظيم. شكرا. جماعة 2 مفرقعات عشان نقفل الهدية اللي بالمعرض. جماعة 2 مفرقعات. ما حد يسكر هدية في المعرض، والله ما يجيب من حسد. ابلش يا قلبي، في ديت احلى من يقفل الهدايا اللي بالمعرض والله العظيم. ايوه وين اخي الاطراف يا اخوان؟ ترابل ترابل، لا تخليها تحكم لها يا المتهالكه. قلبي والله. حيك حيك يا ليل. الحين صار المعرض منور. ايوه بقى ما الحين نشوف صار المعرض منور كل ليون، ما شاء الله. معرض منور والله. ما بقى شيء، ما بقى شيء، كل الهدايا اللي فوق كلها قفلناها. وانبسط. عزوز سكرنا احنا المعرض خلاص. لا ما تصدق، عزوز عزوز عزوز، باقي 6. سولف دمتك يا عزوز. ولا لا عزوز ولا عمار، الحين ما حد ينقذك مني يا عمي على الصدام، انت واللي عندك على الصدام. شو اسمه؟ دقيقة شوف شو اسمه، ليون، وعلى الصدام مبارك، وعلى الصدام محمد، وعلى الصدام كلكم يا اخوان. شوف ايش تهددني. لا تجيب اسامي داعميني احسن لك. اوكي على الصدام انت وداعمين انت، لا تجيب لا تجيب. كبسوا يا اخوان كبسوا بس، يا الله احسن لك يا معود. اثقل اثقل. اقلت يا رهبه يعطيك العافيه. لا اسمي رحاب مو رهبه. ادري ادري، يعطيك العافيه يا رهبه. عايشك. عايشك عايشك، ما ترى يعطيك العافية عندهم، يعني يعطيك النار، ما ادري لا شو كذا. لا لا، ها عنا يعطيك العافية، احنا ما نقولها بس انا افتهمها يعني عادي. العافية ايوه هي النار. ايوه اعرف اعرف، عشان كذا استهبلت يا اخوان. الجولة يا اخوان الحين يا رب حد مطبوخ يدخل من اصدقائنا الاغنياء. مو ضروري يكون غني عشان يفوزك، ترى سكوري 7000، يعني حتى انسان مطفر يقدر يفوزك عادي. لا ما يعني حد يوم حد يعني واحد غني يدخل، فهمتك؟ انت طمعان. لا عاد تريد غني، انت تريد التوبات. شفتوا الطمع والله. يا اخوان، شفتوا الطمع. لا والله انا على قد حالي، ابغى افوز بس حاليا. يدور يعطيك داعمين اغنياء، يدور اسد ويدور يونيفيرس. والله صدق يا اخوان، اصدقائي الطفاره فل اللسته، والله العظيم اصدقائي الطفاره فل 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 فل، خلاص ما تقدر تزيد. محمود بس انت شو محمود شو محتواك انت؟ يعني ما شاء الله عندك متابعين.
انا زمان زمان اول ما بدات تيك توك كنت انزل كثير فيديوهات، بس هسه بطلت، حتى ما افتح يوتيوب كثير والله. معلومات معلومات. وعليكم السلام، هلا. معلومات عن العالم عن كذا، فهمتي؟ طيب اوكي بحكمك الحين، تعطينا معلومات شوية تثقفنا. زين خلاص بثقفكم، ما شو اسمه، انا دكتور اسنان، بثقفكم في الاسنان اشياء بسيطه. دكتور شو؟ دكتور اسنان انا والله. اسنان؟ ايه اوكي حلو، يلا ثقفنا، اعطينا شوية معلومات. خلاص يلا، معلومات بسيطة. المعلومة الأولى، أول شيء لازم ما تفرش أسنانك كثير، مو نفس ما يقولوا كل ما تفرش، لا فرش مرة أو مرتين هذا أكثر شيء يعني. حبيتك حبيتك، تعال نلعب جولة ثانية عشان تعطيني نصايح أكثر. يلا يعني لازم ما نفرش أسنانه 3 مرات باليوم، مرتين يلا، لا لأنه لا ثلاث مو مرات ثلاث صح. مرات، في ناس تفرش بعد كل ما تاكل، ها غلط، لا لأن لا في لا، طبقة هو أسنان دمرها. مرتين مرتين الصبح وبالليل. مرتين هذا اول شيء. رقم اثنين بعد موضوع التفريش، بعد لازم ما تفرش بقوه، تفرش اضع يعني خفيف شوي شوي، لازم مو تكون الفرشات سوفت يعني، مو هذه اللي تجرح، صحيح لازم تكون صحيح. السوفت. ايه وكميه المعجون لازم ما تكون كبيره، تكون شوي، هذا اول شيء. اوكي بسألك سؤال، المعجون يفرق صدق يعني، هذا زين وهذا مو زين ولا كله نفس الشيء؟ تقريبا كلهم نفس الماده اللي اسمها فلورايد، كل اي معجون في العالم فيه فلورايد، هي هالماده الاساسيه. الاشياء الثانيه هي اضافات، يعني في معجون للحساسيه يكون احسن، في معجون للكذا يكون احسن، زين. ايه فهمتي؟ اي معجون في العالم نفس الشيء، فيه فلورايد اللي هي الطبقه اللي تحمي الاسنان. يعني هذول الغاليين واللي قاعدين يقولوا لا هذا غالي خذه، يعني كلهم ثلاثة كلهم كله نفس الشيء، ايه بس الفرق انه في مثلا في واحد يكون معين اللي عنده حساسيه اسنان يكون احسن كذا، في واحد بس ان الماده الاساسيه هي نفسها. في طيب اضافات وهذا المحلول مال المضمضه هذا زين ولا لا؟ لا لا هذا زين والله، بس هذا ما يغنيك عن التفرش، يعني لازم تفرش بعدين تسوي، مو بانه بس بس محلول هذا لوحده. تقوله مو زين كثير يعني، هو بالاسبوع مرتين ثلاث مرات؟ ايوه صحيح صحيح، مو يوميه يعني كل ما تفرش. انا اشرح لك، السن هالمواد كلها قاعده يعني كيف بدل ما تحمي لما تحطيها زياده زياده الدمره. طيب لأن بس بسالك سؤال الحين يخصني انا، انا عندي ضروس العقل 4 هم صح؟ صحيح 4 ايوه. من صورت صورة الفم الفكي طلع انه انا لازم اشيلهم الـ4، ما في مساحة كافية. صحيح تقريبا على فكرة، في واحدة شلتها من 10 سنين يمكن، اوكي شالوها لي من تحت عملية يعني، من تحت الثقب شالوها لي من تحت هذا، سووا لي غرز. الحين ايوه هذه بعد قاعدة كل سنة تنتفخ لي وتسوي لي مشاكل وهذا، هل خطر انه اشيلها ولا عادي انه خايفة منها؟ شوفي انا بقول بصراحه لازم تشيليها، اي بس هي المشكله ان يعني مضاعفاتها، وان هي ترى عمليه سن العصب لما يكون نفس حالتك كذا صعب، يعني عالق بالاسنان صعبه، يعني مو سهله، مو انه افتح اخلع بسرعه، لازم يسووا يقصوا اللثه ويطلعوا السن بعدين يخيطوها، ممكن تنتفخ ممكن، بس والله لازم تخرب لك اسنانك الثانيه. يعني اشرح لك، لو ما في مساحه والسن بيطلع شو بيسوي؟ بيطفش اللي جنبه، يعني هذا السن